شباب مع فيديو جديد على القناة. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن عملة الدوجين. الموقع ده موقع ممتاز جدا، لسه الموقع ده فاتح من حوالي يومين او يوم بالظبط، فانا حبيت اشرح لكم الموقع. طبعا كان عندي شوية ظروف وضغوط فما قدرتش اقولكم، فالنهاردة هشرح لكم الموقع بكل صفاته وازاي ده تكسب منه بكميات رهيبة. هنا لما الموقع بيجي يشتغل معاك بيبدأ بالشكل ده، هسيب لكم طبعا اللينك في الوصف. بتيجي تحط هنا محفظة التوجين بتاعتك، بعد كده بتدوس ستار، بيدخل الموقع بالواجهة اللي انتوا شايفينها دي. بيجيب لك هنا المحفظة بتاعتك، بيجيب لك هنا عدد التوجين اللي انت مجمعه، وبننزل تحت بنلاقي هنا بالشكل ده. بعد ما هنا العداد بيجمع معانا بتدوس على الكلمة الخضراء دي، بنحل الكاتشة. بعد كده تدوس لين، بنلاقي الدوجين اضاف معانا هنا. كان الاول الفيديو معانا 7 و1، بقى دلوقتي 7 و4. بننزل تحت بنلاقي هنا العداد بيعد معانا زي ما شايفين لحد ما يوصل في الاخر. كل 5 دقايق بتدخل تجمع العدد اللي جالك. طبعا هنا برضو لو عاوز تسحب بتدوس على قمة ويسترو السحب، اللي هنا يقول لك ان الحد الادنى للسحب 25 دوجين، وانا معايا 7 و4. تكتب هنا الكمية وبعد كده تدوس سحب. هنا لما تعوز مثلا تبعت رابط احالتك لاصدقائك هما يكسبوا وانت بتكسب، تدوس هنا على الفري. بنلاقي هنا رابط الاحالة، وهنا تلاقي عدد الناس اللي مسجلة عن طريقك، بتدوس على رابط الاحالة نسخ، وبعد كده تبعته لاصحابك يدخلوا من عن طريقك. وطبعا تقدر تعمل ترويج عن طريق نفسك انك تسجل في كذا تليفون عندك عادي. ولو عاوز تعمل تسجيل خروج من الموقع بتدوس على لونج. وطبعا الموقع فيه تعدين زي ما انت شايف، فيه خطط، بس انا مش بنصح حد ان هو يستثمر في الموقع. جماعة انا بنصح حد في الموقع، انا بشرح ان هو ما يستثمرش الا في المواقع الصادقة اللي انا بقول عليها، اللي تستثمر فيها ممكن نستثمر. انما الموقع انا ما بنصحش ان نستثمر، الموقع جديد بيدفع كميات رهيبه، فانا بنصح ان احنا نستغل الخطه المجانيه فيه ونبدا ان احنا نكسب ونستفيد. بعد كده شباب في طبعا طريقه ان احنا نقدر نكسب اكتر واكتر، ان احنا بننزل هنا في تليفوننا في حاجه هنا اسمها تقسيم شاشه، بنعمل وضع انقسام الشاشه زي ما شايفين الشاشه بتتقسم معانا بالواجهه دي. هنا بعد كده بيطلب منك ان احنا نختار التطبيق، بنروح احنا بقى مختارين هنا متصفح تاني غير متصفح جوجل، يعني مثلا ثمانية يا شباب فوق نختار متصفح، وتحت هنختار متصفح تاني. طبعا لازم في متصفح مختلف، طبعا في متصفحات كده مختلفة. فوق بتاخد خطبة حالتك بتشغله فوق، وتحت تشتغل عادي على جوجل. شايفين بنفتح مثلا فوق متصفح وتحت نفتح متصفح، بتشتغل على فوق وتحت، بيبقى بيظهر معاك ان الموقع ان هو بيجمع لك فوق بيجمع تحت، انك تستفيد عادي من الموقع من حسابين مختلفين، بتكسب هنا وبتكسب هنا. وفي الاخر لما تجمع 25 توجين فوق و25 توجين في الحب التاني، طبعا لازم ممكن تدخل محفظة تراست ويسا، ممكن تدخل محفظة بريفكت ماني، المهم انك تدخل محفظة مختلفة، وممكن تدخل مثلا عنوان مشترك او عنوان مرتبط عن طريق الفوس بي، او تبقى معاك محفظة فوس بي تانية تقدر انك تسجل بيها وتكسب منها. دي تكون طريقة الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا بلايك واشتراك. والسلام عليكم.